اسمعوا يا جماعه، انت يا مرشيد اسمعي، سامي يا برشيد، وانت يا شيخه حلت على عمرك، وانت يا رشيد اسمعوا. ابشر ابشر، عندي لكم كلام مهم. شو صاير؟ لا يكون مفحط ومنحاش. وش بلاك انت؟ ورا عقلك صغير. اختي حصه بالشرقيه ونبي نجيبها تسكن معنا هنا بالبيت. الله الله، حصه من 20 سنه ما شفناها، هي وابو الهول الجاكرون. يا عمي يكون انها معيله وتجيب عيلانها وتجينا. ايش عندك المساكينه؟ من توفى زوجها الحين صار له حول سنه، لا عندها عيال ولا عندها حد يضفها. هذه اختي، او من توفى زوجها ما عندها حد، لازم نجيبها وتسكن معنا. أسأل يعني سؤال، هي اختك من امك وابوك يعني البوها بوها حويرشيه ولا يعني نفس الخشه والشيون؟ لا ايوان ابوك، اختي من ابوي. وش ذا؟ بيض مقلي وش جاب السكر؟ حلو سكر. والله يا رجال اني مثلك، انا رجال يوم اني استطعمتها قلت يمكن هالدجاجه المسكينه هذه مريضه بالسكر، عشان بيضها طلع حلو. حلوة لك بطنك، عارف انها حلوة بس مخطوبة. حلوة سكر وردي. يا هلا والله مرحبا، حياك الله. الله تحييه. امين يا رب. الله يحييك يا اخوي ويسلمك ويبقيك. ليش تعبت روحك وكلفت على نفسك وجيت؟ هذا التعب اذا ما تحب الاختي الغالية من اتعب له. علمني يا شيخ، قل لي. ما عندنا الا عمه واحده، وما عندنا الا هالابو والاضخم اللي لامنا كله. اقرطوا بس اقرطوا. حياكم الله. حياكم. شلونها مرشد؟ بخير. يلا حييها. يلا شيخه هذه والله ساعه الفارق. هلا يا حبايبي. وين رايح انت؟ انا بروح منا وانت رح منا. افضحونا ربعنا بكره ما عاد باقي الله. قال من وين؟ منا. هب هب. الحمد لله رب العالمين. الله لدي يا حمدي، تدرين ان طباخك احسن من طباخ امي مليون مره. لا فضه فوق، لا فضه فوق ابد، توها على طرف لساني تروح اكل جنن. وراك يا اخوي ما اكلت؟ اكيد طباخي ما عجبك، ولا انت اكيد من جمهور طباخ شيخه. لا يا اختي الله يهديك، انت وشيخه كل طباخكم حلو وجميل، بس ابى اسالك عساس مرتاحه عندنا في البيت؟ الا مرتاحه ونص، اجل جلستي لحالي مثل جلستي مع اهلي، بس عساني ما ثقلت عليكم. عين الحاف وعين فراش يا حصة، ليت جاية من زمان والله انك ونستينا، وبصراحة ماكلك حلو. ها يا شيخة، عسى بس سعدتي حصة ورتبتي لها الغرفة، ترى حصة تستاهل على هالطباخ اللذيذ. شيخة شيخة ما قصرت معي، لو اختي كما سوت اللي سوته. الله يا حمتي انت بس قولي لي متى بتجهزين الفطار؟ متى بتصلحينا عشان اذهب نفسي؟ عمتي عندنا جديدة في البيت، تعرف تطبخ مشبعتنا كلنا. وشو كلتوها؟ وراك انت وش فيك؟ شايفنا ناكل بني ادمين؟ عمتي تعرف تطبخ وبس. انا صدق 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 انا عمي اللي يطبخ. يعرف يطبخ؟ ما يعرف يطبخ. هبلبي كل شوي يحط لي صابونة، يحط لي ملح زيادة، يحط لي بهارات، ويحط لي يا كثر ما يحب الليمون الأسود. ما أدري إيش فيه على الليمون الأسود. ما تتبادل أعطيك عمي وتعطيني عمتك؟ لا ما أقدر، لأن هي مو بعمتي الحالي، أنا هي عمة البيت كله. شو اسم عمتك؟ تبي أعلمك إن اسم عمتي حصة مو عيب؟ اصل واحد يعني صدق عيب انه يعلم اسم عمته ولا اسم ذا جسمه، ما يقول عنها الناس جسمه ان اسمها حصه. ليش؟ عشان ما يعلم انها اسمها حصه احسن. اي صح صح. الحلوين بعيون صغار ومدورين. سب ادخل هات يلا سب الرحمن قبل ما تاكل العمه.
اللي ياكل يا اخي يا اخي يا عمي تراك ذبحتي كل يوم دجاج ورز دجاج ورز بعدين طلعت في راسي بين بالديك بالدجاجه. ما شاء الله عليك يا شيخ، علمني بالله وش تبي تاكل؟ اجيب لك بثلوثه ولا اجيب لك مفطح ولا وش اجيب لك؟ بس ما ابي بثلوثه ولا ابي شو اسمه عيال حويرش يطبخون طبخ يهبل. والله العظيم انتوا عيال حويرش، اللي يسمع كلامك الحين يقول الطبابيخ داخلين طالعين بيتهم ولا انواع الاكل هذه. اقول لا يهمك ابراهيم ذا، لا يهمك، تراه تذوب مثل ابوه رشيد. يعني ظنك انهم يكذبون علي؟ اي تذوب. يلا كل وسم الرحمن ولا ما انت برايقين شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. بس اتذكر انهم يقولون ان جتهم عمتهم زين، عمتهم واحدة جديدة هي اللي صلحت الاكل الزين. ما قالك وش اسمها؟ عيب يا عمي عيب، قد علمك اساميهم واسرار الناس وعلمك نسمع حصة. حصة؟ حصة متى جت؟ متى جت الديرة؟ وش تراك نسمع حصة؟ اصلا ما علمتك انا. لا 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 لا، وانا عمك قلبي هو اللي يدلني على اسمه. انت ما قلت ما شاء الله يا عمي، ما شاء الله ما شاء الله، قلبك ذا ما صح، يعرف كل شيء ويعرف الاسامي بدون ما حد يقول له. وانا عمك بلاك ما تدري وش حصه قربتها لي. هي بعد بنت عمك يعني؟ لا بي ولد عمي ولا بي ولد خالي، أبي محبوبين يشيل الهم عن قلبي. ولك الحمد يا رب، والله يا عندي حملات شو يبشيري. وش قلت؟ خلاص بسم الله يلا سم. كبرنا وكبر حبي له، لكن الله يسامحه، الله يسامحه ويغفر له ابوه اللي سواه فينا. طقكم يا رجال، وش طقنا؟ وش طقنا؟ بس تحت الريح زينا، وش طقنا؟ الا زوجها واحد ثاني ورفضني انا رفضني. يا حليلكم، عمي اشبهكم فيه؟ اشبهكم بقايس ولبيس. وشو؟ قايس ولبيس. الشرف على اللي سويت معك. خلاص الشرف اللي سويت معك. يا ربي، وش تلعب بالعكسه؟ كل ما قلنا شيء حيل ربك من زينك ومن زين انتوا وعلى حويرش كلهم شلون؟ والله شلون؟ سالوني انا اعرف كلهم شلون؟ هذا انا ذهبت الشاهي والقهوه والتمر داخل بعد. زين تعالي، وين رايحه؟ انتظري اروح اجيب عباتي وجمعت. الا أنا وعدت أخوي أنا اللي بوديه للقهوة والجاي عشان أشوف المزرعة. حول يا ناس، ما يصير خليت لحالك. لا تخافين، كرية غمشمشم هي على حطة إيدك، ما تغير منها شي من يوم ما طلعت يا شيخة. إيش فيك أنتي؟ أظن المزرعة ما تحركت من مكانها. على هواك، يلا أروح. روحي. يلا مع السلامة. مع السلامة. يا ربي أروح أكمل طباخ يا جد. حصة أبو سند. إيه أبو سند، أبو سند يا بعد عمر وروح وطوايف. أبو سند ما يصير يا أبو سند، عيب، ما يصير كلام هذا، إحنا عاد كبرنا. لا تقولي كبرنا يا حصة، إحنا كبرنا وكبر حبنا معك. اسمعي يا حصة، أنا ترى لا الحين أبيت تزوجيني على سنة الله ورسوله. بس أخاف إن أخوي أبو رشيد ما يوافق. الله يهديك يا حصة، اللي ما كان موافق أبوه الله يغفر له ويرحمه هو اللي واقف في طريقنا. الله يرحمه ويغمد روح الجنة. زين يا أبو سند، بس أنت انتظر اللي ما أشوف أنا الوقت المناسب. ما أقدر يا حصة. أنا اسمعي،
أنا باجي أخبص وبأسرع وقت. إنزين عن إذنك الحين أنا بروح أودي القهوة لأخوي أبو رشيد في النخل. أبروح معك. لا 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 بتروح معي؟ وش يقولوا الناس وإحنا بعدنا ما تزوجنا؟ خلاص وش أسوي؟ أبوطى على قلبي. روحي أنت يا بعد قلبي، وانتبه على نفسك بشويش، ترى فيه تلابه وفيه إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. أخيرا بيتحقق مرادك يا أبو سند، بيتحقق. يا ابو سند انت الحين قاعد هني؟ الحرب يذبحك. حر؟ خليه يذبحني يا حصه الحر، خليه ابقعد فيه، ابقعد قاعد ويكون في علمس بعد. الحين افكر انا اجيب فراشي وارقد بعد فيه. اي بس انا اخاف عليك والدنيا حر. حر حر جعلها ضو اللهيب يا حصه. شوف ما دامني قاعد نجنبس يا حصه، ها سني قاعد ماسكين متمدد على الثلج. يعني والله عجيب، والله عجيب هذا اخوي. والله شوف شوف عجيب والله. تعال وين رايح انت؟ وين رايح؟ علمني وين رايح. يلا حي ابو رشيد، انا اصلا جاي ندور مغير اسال عنك، ما قصدي جاي اللي يكبر جاي تدورني من حبك لي ولا من حبي لك انا؟ لا والله لا تحسبني غافل عن اللي دار بينك وبين حصه قبل 30 سنه، لكن انت ما تستحي ولا تنتخي. يا عمي ابو رشيد، يا عمي ابو رشيد انت فاهم غلط. انا جايك في ذا بعطيك كيسه هالهيل، هيل ما صنع الا في اليابان. تصدق عاد ان ذا الهيل ما يشرب منه الا ملك اليابان بنفسه. هيل من اليابان؟ شوف عادي هالشيء بهالضاله، ان شفتكم وطوط ولا ماشي مع الشارع ولا ماشي حول بابنا ابكسر رجليك، فاهم؟ انت فاهم غلط، انا غرضي شريف شريف وبعرس عليها يا عمي. عمك؟ عمية عيونك أكثر مهي عميانة. أمشي أشوف وجهك مرة ثانية هنا، هل شفتك ترى بكسر رجليك. أقول يا عمي أبو رشيد، أقول انزلع. عطني فرصة بس أقول لك يعني أصلح غلطتي. عمي وين راح؟ عمي أبو رشيد، عمي أبو رشيد عطني فرصة بس. إيه لا مدام حصة موجودة أنا بس أتحمل كل شيء كل شيء. عن النوم أزرع
رامي غرب الزمان. شفيك يا عبي؟ شفيك يا عبي طالع تسدك فيلم هندي؟ كان شوية تقعد تصيح. وش دراك؟ وش دراك يا هزار اللي في قلب عمك؟ يا أخي يترك عن قلبك، شاف عيونك قابط صبصب تصبصب ثم ما عاد يبقى فيها ولا نقطة موية. ترى علمتك يا عمي. خلها تخلص، خلها تخلص وخلص، أنا بعد معها. كان آخر حلم، كان آخر حلم في حياتي، وبيروح بعد. كل هذا عشان حرمة تعرف تطبخ؟ ليتني ما علمتك يا عمي، صدق إنك ما تتعلم. خلاص شوف مرة ثانية ما أبغى أكل خلاص، بس لا تقعد تصيح وتصجنا. تدري قم يا هزار، قم نطلع، قم. ما أبي يطلع، أصلا أنت شلخت راسي بالكثير القلق، أقلقت لي يا عمي، خلي فيني اليوم برقد أنا. أقول قم، لا والله بالعصا هذه، أنسبك لين تقول بس. مهبول أنت مهبول، تبيني أطلع في هالليل؟ أطيح لي في حفرة ولا شيء ولا حد يدري عني. طيب وين تبين نروح يا عمي؟ نبي نروح لبطن، ونبي نمر أبو عزوز، وناخذهم ونروح لبيت أبو رويشد، نبي خطب. وش تيري؟ وش تيري أصلا تتوجه فيهم وتروح عند الرجاجين والمجتمعات؟ يا ابن الحلال خلك عنهم، خلك عنهم، خذني أنا اللي جسمي، اللي جسمي هزار. الله كل الناس تقول ما شاء الله، وجاهه ودب مليون. أقول أمش ودني وخلك رجال ثم نرجع أرقد، ما عاد إلا بزارين يدخلوا في هالأمور. وش تلعب؟ تو يقول خلك رجال ودني ويجين هناك لا تصير بزارين. يا ربي وش تلعب؟ ابو رشيد ترى ابو سند رجال ينشرى، رجال نحطه على يمناك، رجال ونعم. اها يا ابن الحلال قلتهم. اي والله يا ابو رشيد، وحنا جيناك طالبين، لا تردنا خايبين. حنا الرجال هذا تاجر حوايج ويعتبرونه تخطور، يعني انت مزوج لك تخطور. خلنا نجمعهم على بعض وندردبهم على بعض، وامر الله من سعه. الله مير يسلمكم، ما قلتوا شيء غلط فيني، انا رجال اسنافي. ابو رشيد ايه، علمنا وش قلت يا اخوي. قلت لا 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 يا ابو رشيد، لا 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 تفرق قلبين، قلبين تفرقهم، قلبين عاشقين، قلبين غضين. والله قطعت قلبي، والله انك تقطع القلب، والله الحبيب، والله الحبيب. غضين يقول، كان واحد رجليه بالقبر يقول غضين. ما انت برومانسي، ما انت برومانسي. افا والله يا ابو رشيد، افا والله جايلك جاهية تردنا خايبين؟ لا والله ما حقيتها منك. جيتكم على عيني وراسي، لكن يا زوجي حصة لا. تراك الله يطول عمرك، الله يطول عمرك، تراها شينة، تراها مهنة زين. قسم بالله لين قبت الصبح وشفت خشتها اني غدي فيني تكة. الله يطول عمرك، وبعدين من زينها، من زينها. شوف الحين المعاريس صاكين عند الباب صاك. خلص زوج، بس زوج. أبو سند ما هم منا، لا من ثوبنا ولا حنا من ثوبه، ما حنا مجوزينه. الله يطول عمرك، الله يطول عمرك ويسلمك. زوج زوج، القط الرجال ترى لقطة. بعدين مقرش 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 دراهم. مش تبي يجيب لك واحد راعي تاكسي؟ خله خذ الرجال وزوج زوج. ها اسمع ولدك وش يقول لك زوجها. كلام رشيد صح يا أبو رشيد، زوجها وأنا أخوك، زوجها يا ابن الحلال. اسمعني زين عاد، تصدق لو ان الوالد الحين جاسم بينكم الحين ابوك يا ابو رشيد ثاني يقول تم. وافق 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 وافق، ولا 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 تردد. ترى ابو سند رجال طيب وحبيب. انت زغوت ارجع اسكت. مداعبة يعني مصادقة اخوية، قصدي من مشاركة اخوية. لا ابو الحشاورها انا الحين. عندي تركبوي ابوي مهم عاصر النهضه والحضاره والتكنولوجيا.
عندي لك واحدة لقطة موزيها لي على بعد ما تموت شيخة بـ40 سنة إن شاء الله قبل قطها. واحدة ما يحتاج عورة وحدبة وحولة، لقطة وتشتغل عندها بسطة في الديرة، ومسائي تشتغل دكتورة بيطرية، مو بيطرية يعني، مو دكتورة يعني، مسؤولة إشراف دواجن. حولة وحدبة هذه خلها لك يا رشيد. أنا ما أبي، ما أبي إلا حصيصة، حصيصة وبس. هاي حصة يا أختي، موافقة على الزواج ولا لا؟ الرجال اللي هناك يحتروني، ردي علي. ما رديتي علي؟ ردي علي، موافقة ولا لا؟ يعني يا عمي هالخجل بالضحك هذا كله، ايش علامات؟ علامات الرضا؟ موافقة. خلاص، بالتوفيق إن شاء الله. يعني وافقت ان شاء الله. هو وافقت. هلا هلا ابو رشيد. خلاص وافقت. وافقت. البركه على بركه ابو سند. وافقت. مبروك. وافقت. مبروك. الله يجزاك خير. صار ظل مضيع عند الحمد لله رب العالمين. اقول اجل مبروك النزاله. ما بيعرف بشت ذا كبره. ما انا ادري انا اخلصها واللي يسلمون اخلصها وبشرك والله ان شاء الله ييسر. يلا ما حد جاب ذبايح شيء؟ ما حد ما بلا ديانه. اجل يلا وين حرمتي؟ بسم الله عليك يا حصة، جعل يدي الكسر، جعل يدي جعني الموت. الحمد لله. يلا 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 يا حصيص. يلا يلا حافظكم الله. يلا يلا تعالوا على التوفيق. ودع شيد ودع يفضخ راسها فضل. تعال منا وراك 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 والسيارة امان الله. Come on.